من أكل أو شرب وهو ناس فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا أنه صائم، سواء كان صوم نافلة أو صوم فريضة أو صوم قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة سواء، فإذا طعم أو شرب وهو ناسي أنه صائم فإن صومه صحيح. يعني حدثني أحدهم يقول صمت ذاك اليوم، يقول سبحان الله رحت الدوام ولا حط الريوق أكلت معهم، يقول فلما تريقنا وخلصنا وشبعت وهذا تذكرت أوف صايم أنا، يلا أطعمني الله وسقاني. يقول رجعت البيت ولا دب غدا، يقول تغديت يوم شبعت وهذا وأنا صايم اليوم بقى صومه صحيح؟ ها؟ غدا وريوق ها؟ يعني صومه صحيح على ذمتك؟ نعم صومه صحيح، صومه صحيح لأنه يدخل في الناسي، يدخل في الناسي، فصومه صحيح إذن إذا أكل أو شرب بغض النظر أكل أو شرب كثيرا أو قليلا صومه صحيح، سواء كان هذا الصوم كما قلنا فريضة قضاء نذر كفارة نافلة سواء طالما أنه كان ناسيا.